شوف الفرق ما بين ال while وال do while. لو أنا قلت له integer x تساوي 6 وهنا قلت له while أو while ال x أقل من أو يساوي الخمسة، بدي أقول له هنا إيش system out print أطبع لي مثلا yes مثلا. لا لاحظوا هل ال 6 أقل من أو يساوي الخمسة؟ لا، فمش راح يدخل على ال while نهائيا، مش هيدخل على الوايل. لكن لو كان في عندي دو وايل، حولتها لدو وايل، قلت له هنا دو، فتحت القوس وسكرته وحطيت اليس هنا، بحط هنا فصلة موقوتة، تمام. فبسأله هنا أول شيء بنفذ الكود، دخل دو، دخل طبع يس، بعدين شاف الشرط، هل الإكس أقل من أو يساوي الستة الخمسة عفوا؟ لا، في هذه الحالة غير يوقف اللوب. هنعمل ران، لاحظوا بطبع يس، طبعها مرة واحدة على الأقل. ليش؟ لأنه الدو وايل بتنفذ بعدين بتشوف الشرط. طب لو كانت هذه خمسة إيش بصير؟ يس يس. طيب وبعدين؟ بطبع بطبع خمسة بس، ضل يطبع خمسة. متأكدين؟ خمسة ضل يطبع يس يا أبو. ليش؟ لأنه فيش بتعطلش الحين. بالضبط، لانه الاكس ما تغيرت قيمتها، فمباشره افترض انا اقول له ايش اكس زائد زائد عشان تغير قيمتها، تمام. وحتى ناقص ناقص لا زائد زائد. نعمل ران، هاي طبع يس مره واحده فقط. ليش؟ لقيت دخل مش نفذ الكود بالاول طبع يس، بعدين اكس قديش صارت؟ هنا صارت ستة. هل الستة اقل من الخمسة؟ واوقف اللوب الدو وايل لوب. طب نشوف المثال الموجود قدامنا اللي حكينا عنه. لازم اكتب ايش؟ لازم طبعا دو، معناها اعمل الكود هاد بعدين افحص الشرط. السؤال اللي قدامنا بيحكي لنا write java program that allow user to choose from three choices. اول خيار بيقول له سيركل اريا، والثاني خيار بدك مساحه المستطيل او مساحه التراينجل المثلث. اذا ضغط كيو بخرج من البرنامج، اذا ضغط على اي بطلب منه نصف القطر، وبحسب مساحة الدائرة وبطبعها للمستخدم. إذا ضغط بي بحسب مساحة الريكتانجل، إذا ضغط سي بحسب مساحة المثلث، تمام. أول شيء بدنا نعمل السؤال بدون لوب ولا حاجة، بدنا نعمله زي ما أخذناه في السويتش، صح؟ لأنه مجموعة من الخيارات المعدودة حكينا إيش مستخدم السويتش. بدي أحذف هذا الكلام كله، بدي أقول للمستخدم إنتر تشويس، فبدي أعرف متغير هذا، أقول له كاركتر choice يساوي ان دوت نيكست. نيكست بعدين بدي احط كاركتر، انا كاركتر ات الزيرو صح، بس بحوله توت دوت لوور كيس، حيث المستخدم حتى لو دخل اي او اي كابيتال او سمول يختار الخيار. بعدين قلت له كاركتر التشويس هو الخيار اللي يختار المستخدم، مش حكينا بيطلع له قائمه، هاي القائمه اللي بتطلع له بيختار منها يا اما اي يا اما بي يا اما سي، بيختار حرف بس. الآن بيستقبل هنا ايش؟ حرف، فبالتالي انا عرفته كاركتر، تمام. بيستقبل حرف واحد. الآن بدي اعمل سويتش على تشويس، بدي اعمل سويتش على التشويس. بدي اقول له في حالة الكيس، كانت A، اذا اختار A المستخدم، تمام، ايش بدي اساوي؟ ايش قلنا هاي؟ قديش على السؤال؟ إذا اختار A بده يحسب مساحة السيركل اللي هو الدائرة، تمام؟ بالضبط، بدي أقول له سيستم بتاوت برنت انتر راديوس، تمام؟ وبعد هيك بدي أقول له هنا بدي أستقبل الراديوس، بدي أقول له دبل R تساوي ان دوت نيكست نيكست دبل. وبعدين ايش اقول له؟ اقول له سيستم اوت برنت، بدي اطبع له سيركل اريا. بس لاحظوا انا قبل نسيت شغله، انا لازم احط له الخيارات فوق صح؟ كجمله طباعه هذا كله امسكه واحطه فوق، اقول له كنترول سي عشان لما تطلع له القائمه يطلع له جمله الطباعه صح؟ اقول له سيستم اوت برنت وهاي كنترول في، تمام. وهي هاد اي تاب، بدي اقول في البدايه انا سيركل اريا، بعد ما يدخل نصف القطر بدي احسب سيركل اريا بتساوي
هي ايش قانون سيرك الاريا؟ باي نختار بي صح؟ لو بنستخدم الماث اقول له ماث دوت باي نختار بي، هي عباره عن ار في ار صح؟ او ممكن استخدمها باستخدام الماث برضو، اقول له ماث دوت باو صح؟ الباور ماث دوت باو، مين الاساس؟ ولوس نعم تمام. وش بعدها اسوي؟ على الخط الحرف اللي بعده غلط، لازم احط البريك بالضبط، لازم احط البريك عشان ما يدخلش على الكيس اللي بعده. بدي اقول له كيس بي، هذا في هذه الحاله بيقول له انتر سيستم اوت برنت، اللي هو ايش كيس بي؟ اللي هو كريكتانجل مستطيل، بدنا ايش الطول والعرض صح؟ سيستم اوت برنت انتر طول اللي هو عباره عن لينك لينك اند الويدث اللي هو العرض تمام. بدي استقبل الطول والعرض اقول له دبل الطول خلينا نقول length تساوي n dot next next double، وبدي اكررها على ال width، وبدي احكي له عن system out print، بدي انسخها من فوق اللي هو rectangle area تساوي كذا، هو عبارة عن طول في العرض صح؟ تساوي زائد طول اللي هو length في width. ما انساش احط break الكيس الثالثة كيس 3 اللي هو ABC بيكون بحسب بده الترينجل، هو عبارة بنسمه نص القاعدة في الارتفاع، نص القاعدة اقول له انتر بيز اند and the height. بعدين ده استقبل متغيرات، ده اقول له دبل بيز تساوي n dot next دبل، واكرر هذه اقول له next height هذه، واحكي له عن system out print triangle area بنسخها من فوق triangle تساوي نص في القاعدة في الارتفاع اللي هو الهايت تمام. وبدي احط بعدها بريك. طب لو ما اختار خيار مش موجود ايش بدي اقول له؟ بالضبط ديفولت invalid choice system out print invalid choice تمام. في داعي احط بريك؟ لا لان اخر كيس صح؟ لسه هذه حكينا بدي اعملها من دون لوب، لسه ما جيناش على اللوب، بدي اعمل السؤال التقليدي هذا ما فيش فيها لوب، فاهم؟ بس بدي اعمل السؤال بدون لوب بعدين احولها للوب. الان بدي اعمل ران، الزر اليمين ران، بدي اقول له هان ايش ما طلعش، كاني حطها داخل اللوب هذيك. يفترض هذا احطها قبل صح؟ عشان بالاول يطبع بعدين ايش؟ هي كده بستنى مني ادخل كاركتر بعدين غير يطبع النص، البرنامج بيمشي حكينا سيكونشال. نيجي نطبع، انا بقول لك السيركت اريا بقول له مثلا ايه؟ نصف القطر 2 مثلا، 2 في 22 على 7، نعمل كالكوليتر نتاكد، 22 على 7 ضرب 2 ضربتين في 2 4. بس ليش ما طلعش؟ استنى شوي، هذا عاملها بالهكس بس مال 22 على 7 تمام، فهي 22 على 7 ضرب 4 بيطلع 12 و5 تمام. لاحظوا البرنامج وقف عند هذه الحالة، بدي هذه القائمة تضلها مستمرة لحد ما المستخدم يقرر هو يسكرها، زي في الآلة الحاسبة بالضبط. ايش بنساوي؟ هاز نيكست. لا طلعوا كيف؟ بقول له هان، شوفوا كيف، بقول له دو ببساطة، بفتح القوس وبحط كل الكود تبعي في الدو،
هاي سكرت القوس، اعمل هذا. ده اقول له واي، الوقت ايش اوقف انا؟ لما يصير تشويس بتساوي كيو صح؟ الوقت ايش يدخل يعني؟ لما التشويس لا تساوي كيو يوقف. تمام؟ نرجع فوق على التشويس. ليش اجانا ايرور على التشويس بالكو؟ خلاص هيك صارت لوب، بس التشويس في عندها مشكله. ايش هي؟ ليش ايرور؟ اسم متغير تو ولا ايش؟ ليش؟ بالضبط. الان طلع هنا، الان حكينا المتغير بموت وبحيا في البلوك الموجود فيه. طلع البلوك تبع الدو هاي قلتها، وين تعريف التشويس هاي صح؟ وين البلوك تبعه هاي؟ طلع هنا بحيا او هان بموت. فهنا أنا ايش بحكي لك الايرور؟ كانت فايند سيمبل، مباشرة لما تقرا هذا الايرور بتعرف انه المتغير هذا مش موجود، مش موجود في النطاق الموجود. لا ايش بنسوي؟ في هذه الحالة بس ببساطة بدي امسك التعريف واخليه فوق في البلوك الخارجي هاد هيك، وامسح التعريف كم مرة هيك بس. وضحت المشكلة ايش كان سببها؟ تمام؟ تمام يا محمد؟ فهنا بدي اعمل له ران نجرب، بس بتطلع لنا شغله بسيطه هيك تقدر نحكي عنها. اقول له هاي قد ايه؟ الريديس مثلا 2، قد ايش طلع الجواب؟ هاي 12. اه هاي بي، ورجع رجع للقائمه، هاي الطول مثلا 5 وهذاك 24 صح؟ رجع لي القائمه. سي نص القائمه مثلا 2 و4 بيرجع لي 4. تمام؟ كتبت له كيو، ايش بك ويطلع؟ بقى في البرنامج؟ متأكدين بقى في البرنامج؟ مفهوم. طب بيعمل شيء ثاني؟ الآن بيجي بفحص هل الكيس إيه؟ لا. هل الكيس بي؟ لا. هل الكيس سي؟ لا. هل بروح برجع بالضبط، بروح بكتب invalid choice وبعدين بوقف البرنامج صح ولا لا؟ فبدي أعدل النقطة البسيطة هاد، اقول له هان هي صح كتب لي انفاليد تشويس بعدين طلع من البرنامج. مفترض انا اقول له كيس، الكيس هذه في حال كانت الكيس كيو بدي اقول له مثلا انه مثلا سيستم داوت برنت باي مثلا، وبعد كده اعمل اكزت عفوا بريك. وضحت اللي حطيناها؟ اعمل ران كم مره صحيح، بس بدي احاول احط فاصل ما بين هذا وهذا. خليني انا احط ترتيب يعني مش اكثر. مرة كم مرة سلاش ان، نسيت سلاش ان، سلاش ان سلاش ان مرة. تمام هاي ايه كتبت له مثلا 2 طلع على المساحة، كتبت له بي مثلا هاي 5 وهي 24. تمام كتبت له كيو بيطلع، كتب لي باي وطلع واضح. تمام